اهلا بكم اصدقائي على قناة فنون باريستا. النهاردة هنتكلم على اول يوم في الكورس الباريستا المجانا حصريا على قناة فنون باريستا. لو انت اول مرة بتشاهد القناة ما تنساش تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلك باقي الكورس. تمام، عنوان النهاردة اساسيات التبخير. انا ازاي اعرف افوم كمحترف؟ في ناس كتير لما تيجي تفوم مش بتظبط معاها، كأني بسخن لبن عادي، فلما اجي ارسم على اللاتيه ما بتظبطش معايا، كأني بصب لبن سخن. طب بعض الناس لا، انا عندي رغوة، بس ما باجي ارسم على الاسبريسو بتنزل الفومة كلها. طب ازاي اقدر ان انا ارسم؟ طب لما اجي ارسم انا ما بمسكش الكراف كده، يعني ما بمسكش البيتشر بتاعي كده، لا ليها ماسكة كأنك بتمسك قلم، كأني ماسك قلم، لان انا ببدأ ارسم وابدأ اتحكم في الفومة بتاعتي. تمام، دي كلها مشاكل سهلة وبسيطة. أهم حاجة تكون عارف أنت بتعمل إيه عشان تحل مشكلتك. الكلام ده كله موجه للي هم الباريستا أو الناس اللي عندها مكنة ضعيفة، مش نفس المكنة اللي في الكافيهات. لو أنت ما شاء الله في الكوفي وعندك مكنة قوية مش هيوقفك وتقدر تفوم كمحترف تماما. أساسيات التبخير بالنسبة للناس، أول حاجة هي نوع الحليب. انت اكيد هتسألوني انا بستخدم حليب ايه. انا عن نفسي بفضل لامار وبفضل لبانيتا، يعني ده الاختيارين اللي انا جربتهم عن نفسي والفومة بتظبط معايا. جربت مزارع دينا، جربت مراعي، لا ما بتظبطش خالص معايا، ما بتظبطش نهائيا معايا. هو لامار بصراحة انا بشوفه من احسن اللبن اللي انا بحبه يعني شخصيا. ويلا بينا نبدأ نشوف الشرح في المكنة مع بعضينا، لأن الفومة بتاعتي بالظبط بتاخد معايا الجزئية لغاية هنا، لأن أبدأ أعمل فومة ممتازة أقدر أتحكم فيها في رسم اللاتيه، في رسم الروزيتا، في رسم اللوتوليبس. أهم حاجة عندي لما أجي أصب الحليب داخل البيتشر لازم الحليب يبقى بارد تماما، 3 درجات أو 5 درجات مئوية، أكتر من كده منصحكش تماما. لما أجي أصب في البيتشر اللبن، البيتشر ده السعة الداخلية بتاعته يا جماعة 500 مللي، انا مامليش ال 500 مللي، انا املي 250. انا لغاية هنا، انا املي لغاية هنا. ليه املي لغاية هنا؟ عشان الفومة بتاعتي هتوصل معايا لغاية هنا وابدأ انا اتحكم في الفومة بتاعتي وابدأ ارسم براحتي. اهم حاجة بقى في اساسيات التبخير ان انا اطلع المايه اللي في الاستيم الاول. تمام، انا ازاي بعمل فومة الحليب؟ فومة الحليب نتيجة عن هوا بيخش للبن بنسبة معينة، وببدأ ان انا اسخن اللبن بتاعي بالنسبة لدرجة حرارة اللبن 70%. طب انا ازاي اعرف درجة حرارة اللبن اللي هي 70%؟ انا لو عندي ترمومتر هعرف اللي هي درجة حرارة 70%، اول ما تيجي 60% اللي انا بفصل لان الترمومتر بطيء شوية. طب انا ازاي لو معنديش ترمومتر اعرف درجة حرارة ان زي كده ظبطت معايا؟ انا بمسك الكراف كده، لاحظوا معايا، وامسك الكراف كده وفي ميلة عشان اللبن يبدأ يدور معايا. سامعين صوت التستسة؟ خلاص كده انا عملت الفومة اللي انا عايزها. اللي انتوا شايفين فومة كريمي، فومة اقدر اتحكم فيها اعمل كل اللي انا عايزه. ننزل باللبن واحدة واحدة، نركز واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. موضوع سهل وبسيط جدا بس عايز تركيز. وبالتوفيق للجميع بإذن الله. متنسوش تابعوني على قناة فنون باريستا ليصلك باقي الكورس. زي ما انتوا شايفين فومة جميلة، الأرض قدرت إن أنا أتحكم فيه. بكرة هنتكلم عن إزاي أظبط المطحنة بتاعتي، إزاي أعمل شوت كريمة أور، إزاي أعمل شوت طعمه كويس، إزاي أعمل شوت اللي أنا أعرف أرسم عليه. وبالتوفيق للجميع يا شباب.